لهذا هذا الكلام كنت باغي نقوله وقلته. وكاينين انا كنقول لكم كاينين مجموعات اللي دايرينها فقط لهذا الشيء هذا الاخوان، والله العلي العظيم الهم ديالهم واحد، الوحيد ديالهم هو اتاكان. هرس هذاك سفيان حتى هو مسكين راه كيحاولوا راهم كيسينياليو حتى سفيان المرزوقي حتى هو كيسينياليو حتى هو. علاش؟ قولوا لي دخلنا عليكم بالله سفيان المرزوقي شنو كيدير، شنو كيقول، شنو هي البرامج ديالو، شنو هي الانسان واحد العقلانيه وواحد الاحترافيه كيقدم الايوده والمساعده وكيعطي واحد البرامج واحد الامور اللي كتفيد المهاجرين ما يخدم لهمش. شافوا السيد طلونسا مشى طلع عنده يعني متابعين ديالو يعني كبروا وكثروا وداك الشيء اللي ما راوها فيه من 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 من, من يعني احترافيه ومن عمل جاد الى غير ذلك. نو هذا ما يصلح لهمش، هذا خصهم يهرسوه، خصهم يحطموه. قالوا مصطفى الصنابي كيهضر بكذا وعنده متابعين وعنده كذا وعنده هادي وعنده هادي. القناه ديال اليوتيوب عارفيني انايا القناه دايرها فقط باش نسميها القناه الهادفه، يا قناه هادفه ماشي قناه ميركانتيل، ماشي ديال البزنيس، ماشي ديال الفلوس. وانا قلت لكم الا دخل شي فرانك راه كيمشي للمهاجرين غير النظاميين اللي محتاجين ولا اللي اي حاجه. من بعد انا غادي نعطيكم الحصيله غادي تشوفوا فاش مشاو شحال دخلوا الفلوس وفين مشاو وبالزياده كنعطيو واخا في سبيل الله. اما هذوك الاخرين لا، هذوك الاخرين عندهم تبزنيش خاصو القناه تدخل ليه، هنا ما دخلتليش من 100 اورو حتى ل 200 اورو ما غاديش يكون ترونكيل. دونك خاصو دائما يدبر المواضيع اللي خاصها تجيب له الحبه اللي تجيب له العاقه. حنا ما كنفكروش في هذا الشيء، علاش؟ حنا الحمد لله عندنا فين كنخدموا، عندنا الخدمه ديالنا، كنتعاونوا مع الناس. حنا دابا سمحنا كيقولوا له في الخدمه عارفين بان عندنا موعد معكم، دايرين معكم اللقاء، حنا غادي نديروه معكم ونسمعوا لكم ونستشروا مع بعضياتنا، نتعلموا مني ونتعلم منكم الى غير ذلك. الحاجه اللي نعرفوها راه حنا نقولوها، ما كنعرفوهاش راه حنا نقولوا ما نعرفوهاش. ولهذا انا صراحه ملي قالوا لي راهم كيأطاكي وحتى سفيان المرزوقي وكذا، يعني صافي يعني وصل الصيد والزوبه. هاد الناس، هاد الناس واش بغاو يديروا مافيا ولا شنو؟ بحال بغاو يديروا لوبي هنايا ولا بقاو غير في داك الجروب ديالكم حكموا مع بعضياتكم وديروا كيما فوتوا بعضياتكم المواضيع واحد لواحد كذا وصافي، خليونا ترانكيل عليكم. حنا شادين الطريق ديالنا، خليونا ترانكيل عليكم، كل واحد يشد الطريق ديالو صافي. هادشي اللي كاين، كل واحد يشد الطريق ديالو. حنا كنتعاونوا مع الناس في سبيل الله، ما عندنا لا نقا ولا جمال صافي. نتوما واش داكم، واش خفتوا غادي نديو لكم حنا كيقولوا له ولا راه حنا كتشوفونا كنحيدوا لكم الكليان ولا ما فهمناش. ولهذا حتى الخوت ديالنا خصهم يعيقوا، خصهم يعرفوا مع من راهم كيتعاملوا، خصهم يعرفوا فينا هو الزين وفينا هو الشين، فينا هو اللي راه يتبزنس بالمشاهدات. راه غير فوت كليكي باش تشوف فيه صافي، راه كيقرش على ظهرك، يدير لك واحد العنوان راه تقول هنا نبات وفي الاخر والو. ديك 10 دقائق يدوزها باش ما كيمشي وشا وشي هفه يجيبها من هنا ولا من هنايا وبدا المحل فمها صافي. قال الكورونا، قال هادي، قال روينا الكحله، قال ما نعرف شنو. وبالتالي غير الوش، غير الكذوب، غير الخوان خاوي، غير الخوان خاوي. منين تجي عاوتاني تشوف واحد القوم اخرين مساله ديال الهجره ولا التسويه ولا هادي، انت غير تتخرج لهم على المسار اللي هما يطالبوا به ولا اللي هما دايرين النهج ديالو ولا كيبداو يأتاكيو فيك. أتاكيو مصطفى، دخلوا القناه وسينياليو وزيدون، ماشي غير سينيالي، سينيالي ودير لنا الكابتوره، كابتير لنا ليماج وصيفط لنا باش نعرفوك بلي سينياليت. شوفوا فين يوصل الخبث ديالهم كي داير. دير الكابتور وصيفط لنا بلي انك راك سينياليت، سينو راه ما راكش معنا في المافيا، ما راكش معنا في اللوبي. ايوا لا اله الا محمد رسول الله، هادشي اللي غادي نقول، حسبي الله ونعم الوكيل. وهادشي اللي كاين، وهما راهم معروفين، وغير اللي بغى يتغاضى وغير اللي بغى. ولكن كما قلت لكم العيب ماشي فيهم، العيب في اللي كيدلل ودينات ليهم وكيسمع ليهم وكيشوف فيهم.
هذا الشيء اللي كاين. المهم على اي حال غادي ان شاء الله نفتحوا المجال. انا بقى فيا صراحه من اللي عرفت بانهم، نقول لكم بكل صراحه، انا بالنسبه لي ردني هنا، انا عاد كيجيب لي الضحك، والله العلي العظيم كيجيب لي الضحك. ولكن ملي سمعت بانه كيأتاكيو حتى السي المرزوقي، صافي انايا صافي بدات كتحشومه عليهم. شاب كيخدم كيجيب داكشي باحترافيه، كي يعني يعطي داكشي اللي يقدر يعطيه، ودخل حتى المجال ديال انه دار موقع الكتروني، يعني كيعطي فيه الاخبار، ما بقاش مثلا غير في الشفوي، كيعطي حتى في الكتابي باش بنادم يقرا. عنده قناه ديالو، عنده فيسبوك، عنده علاش يحاربوا؟ علاش؟ حيت شافوه بدا يطلع، حيت شافوه بلي عنده يعني صافي الناس راه كتيق فيه وكتبعو داكشي. ما عرفتش انا يعني كاع هاد البغض وهاد الكره وهاد، راه اسبانيا ماشي ديالك محمد، راه ماشي ديالك السي، راه كل واحد يدير اللي بغا، وكل واحد يتمشى كيما بغا، ورزق هو الله. ياك ما تسالك ترى تحيد الرزق ليوسف المرزوقي، ولا تحيد الرزق لمصطفى، ولا تحيد الرزق لله، راه رزق هو الله. انت دير غير سوق راسك صاحبي، دير سوق راسك وخلي عليك الناس تخدم، خلي عليك الناس تتعاون. انت باغي تبزنس، عندك اللي حالين فمهم فيك، خليهم ما كان مشكل، الله يعاونك انت وياهم. ولكن ما تاذيوش الناس اخرين. علاش تاذيو ناس اخرين؟ علاش تجتمعوا على انك تاذي ناس اخرين؟ علاش؟ فين هو المشكل؟ فين هو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ فين كاين؟ انا ما فهمتش فين كاين المشكل. المشكل هو اننا كنتكونيكتو مع عباد الله، وكنهضروا معاهم، وكنتبادلوا الحوار معاهم، وكنتبادلوا معاهم، نتعاونوا معاهم، هذا هو المشكل ديالكم. حيت ما تقدروش ديروا بحالو، ولا ما فهمناش، ما فهمناش. كتعرفوا تجيبوا غير الشفاوي 10 دقائق كاش دخل الي فويرا صافي. نو 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 نو، انسان اللي بغى يعاون خاصو يعاون، اللي بغى يعاون خاصو يبين اش مر على دراك وعاون، الا باغي تعاون. ما الا باغي تبزنس ولا هذيك حاجه اخرى، هادشي اللي كاين. على اي حال غادي تسمحوا لي لان درت التدخل فقط، يعني ما عجبنيش الحال اللي قالوا لي حتى يوسف المرزوقي راهم كيأتاكيوه. وصراحه بقى فيا انسان شاب وانسان مهاجر، يعني كيدير بلاصتو، كيخدم وكيعمل وناضل، يعني كما سمعت انه الدم ديالو كيجري فيه النضال. يعني انا ما نبغيش هذه صراحه، الظلم ما كنبغيش. انا ما كان مشكل، انا يشتموا يسبوا يقولوا اللي بغاو، الحمد لله. ولكن خليو عليكم داك السيد، خدموا ديو انتم السوق راسكم، خليو السيد يخدم، اصبروا تشوفوا مننا العام. والله لا لحقتوه الا زاد على المسار اللي راه ماشي عليه، وبالاحترافيه، وانسان معقول وكيعرف شنو راه كيدير، انسان نقابي، انسان مناضل، والله لا لحقتوه عليه. والله لا وصلتوه، راني عارف بلي هذا هو اللي كيكوي فيكم، لان ما غاديش توصلوه، ما غاديش تقدوا له، لان ما تعرفوش ديروا داكشي اللي كيدير، تعرفوش. احترافيه في العمل، تقني في كذلك، هو مشى بعيد، دار موقع الكتروني يعطي فيه الاخبار على الهجره. يلا ديروا بحالو، يلا ديروا بحالو، ديروا بحالو الا قديتو. لاحظين غير بنادم، غير تشوفوا واحد الانسان ناجح صافي خصكم تهرشوه، ما مشاش معاكم في الطريق ديالكم صافي خصكم تهرشوه. شو مالكم؟ دخلوا جواكم اصاحبي، دخلوا السوق ديالكم، وخليونا حنا في السوق ديالنا. حنا ناس معقولين، كنبغيو نخدموا مع المعقول، كنبغيو نخدموا المعقول، كنبغيو نوضحوا للناس، كنبغيو في سبيل الله. كيجيو شباب هكذا يبغيو يعاونوا الناس، خليوهم يعاونوا الناس. علاش تحقروهم؟ علاش تهجموا عليهم كما درتوا المحسن احلام المهاجرين، حطيتوا عليه مسكين، ها كما درتوا شحال من واحد الدري ديال برشلونة عاود تاني حشومة. بغيتو تستقطبو غير نتوما تاكلو كامل الكعكة ولا؟ سمحولي.